لهلأ ما فهمت شو مشكلته أكشاي، ليه كل هالقد أكل هم بناته؟ بضل مشغول باله عليهم وعم بيفكر فيهم طول الوقت أخي، ومتضايق ليش تشافي ما ضلت معه؟ مع أنهم طلعوا من هون بس ما كنت أخلص منهم لحد هلأ، متخيل أنت؟ لحظة خليك معي. ألو؟ مدام تصلحت السيارة. إيه وشو بدك يعني يساوي؟ جيب السيارة لهون بسرعة رح أنطرك برا. إيه أخي آسفة، الشوفير دق لي. صح أخي. أنت عرفت لي وين ساكنين هلأ؟ عن قريب منعرف موهيني، طولي بالك. رح أعرف لك وين قاعدين، ما تاكلي هم أبداً. أنت بس تركي هالموضوع علي، بس... بس شو؟ لا ولا شي أبداً، واحد من رجالي شاف سيارة أبارجيتا محطوطة بالتصليح بكراج قريب كتير منكم. يا ترى معقول يكونوا ساكنين بمكان قريب؟ أكيد أنت عم تمزح أخي صح؟ يعني أصلاً بهداك اليوم حياة أبارجيتا انقلبت فوقاني تحتاني، ومشان هيك من سابع المستحيلات تفكر مجرد تفكير إنها ترجع لهون. مع هيك خليني أتأكد بالأول. مانيش، ما تقلق بالمرة، وصدقني إنه أنا متأكدة إنه أبارجيتا مستحيل ترجع تجي لهون لو شو ما صار. وإذا بتفكر ترجع رح سود لعيشتها ولم عليها أهل الحارة كلهم وأفضحها، وما بيكون اسمي مهيني إذا ما بعمل هيك، كون متأكد. أختي بتعرفي شغلة، كتير بحب ثقتك بحالك. حلو، باي أختي. ماشية بنص الطريق وعم تطلع بموبايلها. رح أعلمها كيف الواحد بيمشي بالطريق. جيران هلا، جازي حالك كل يوم رح اطلع بوشك. ريشا.